أهلا بكم. لماذا يرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي التحدث عن المغيبين؟ لماذا يتنصل رئيس الوزراء من مسؤولياته تجاه المغيبين والمختطفين؟ أليسوا عراقيين؟ لماذا يرفض رئيس الوزراء الحديث عن المغيبين بحجة أنه موضوع طائفي؟ أليس من تم اختطافهم هم من مكون بعينه ومن مناطق معينة؟ لماذا يستهين رئيس الوزراء بملف المغيبين؟ ألا يسمع صرخات أمهاتهم وعوائلهم عبر شاشات التلفاز؟ ألم يسمع رئيس الوزراء عن التقارير الدولية التي توثق الآلاف من الحالات في الاختطاف والتغييب على يد الميليشيات التي تحت إمرته كما يقولون؟ ألا يسمع ويرى رئيس الوزراء شهادات النواب في البرلمان والسياسيين في حكومته وهم يتحدثون عن آلاف المغيبين من أهل السنة في العراق؟ ألم يسمع رئيس الوزراء لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان في العراق عن تقاريرها حول المغيبين والمختطفين والسجناء؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين، ونركز في حلقة اليوم حول ما جاء في لقاء متلفز مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم أمس، وهو يتنصل من مسؤولياته حول موضوع المغيبين. فاصل ونعود إليكم. بعد عمري راتك ما اريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي، ونريد ولدنا، كل شيء ما اريد منكم غير سلامتكم وهي لكم. والله يا وليدي بعد عمري شايف وجهك، شايف الخير يا امي. وينان اريدهم يا ابو ولادي، وين ادورهم يا ابويا؟ والله زينهم رغم مني يا عيني يا ابو، وين اروح؟ الله يتوغل داوى مالي يا غد، بس امه يا ابو اريد يجيبوا لي يا ابو، يدوروا لي يا ابو، يرجعوا لي يا ابو، بس بالدنيا شريد منهم. مسجونين ما يخالف، محجوزين شباب مثلك جان بعدهم يا ابوي. والله صار بدنا نتجر، وين اروح؟ وين الطوجي؟ لمن الطوجي؟ هاي الرحاليه مهجومه، كل شيء ما فيها. جينا انا وكم شامينا للغامرين غجر على الرزازه. يعطيكم العافيه وليدي بعد عمري، انك توصل صوتي وين ما كانت وصلت، طالب لبيهم يا عيوني يا ابا ولادي يا ابا، جنين قلبي يا ابا، ما لي غيرهم يا ابي يا ابا. أهلا بكم من جديد. تنصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في لقاء متلفز مع عدد من القنوات العراقية والعربية، تنصل من مسؤوليته الدستورية والقانونية من جديد عندما قال بأن اللجان الحكومية المشكلة بشأن قضية المختطفين والمفقودين ما زالت تقوم بأعمالها لكنها تحتاج إلى وقت طويل. طبعا رفض أن يطرح موضوع المغيبين والمختطفين بشكل أسماه طائفي، في حين تناسى على ما يبدو أن المغيبين والمختطفين هم من أهل السنة وأنهم من مناطق معينة. مع الأسف نتحدث بهذه الكلمات، ولكن هذا هو الواقع. كذلك تحجج رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بقضية المفقودين الكويتيين التي تعود إلى العام 1990 إبان النظام السابق، وقال بأن العثور عليهم استغرق عشرات السنين. دعونا نتابع جانبا من حديث رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لبعض الوسائل التلفزيونية حول قضية المغيبين والمختطفين، ونرجع لكم. أرفض في هذا الملف البعد الطائفي حقيقة، سمي ما شئت، سمي مفقود، سمي مغيب، سمي ما شئت، لكن أن يأخذ بعد طائفي هذا غير صحيح. لأن الآن إذا نتكلم عن مفقودين مغيبين، لا توجد جماعة، لا يوجد مكون ليس لديه أعداد كبيرة جدا
من المفقودين من أسرته، سواء كانوا شيعة، سواء كانوا سنة، سواء كانوا مسيحيين، أزديين، صابئة، أكراد. لدينا أعداد كبيرة من مجهولي المصير، علينا أن نتعاون في الوصول إلى مصيرهم. وكل طرف، أي طرف مهما كان، قوة سياسية أو برلمانية أو قوة مجتمع مدني، قادرة أن ترشدنا على أدوات ووسائل للكشف عن المفقودين أو المغيبين، حسنا نكون مسرورين. فعلا شكلنا لجان كثيرة ونعمل بشكل واسع، نحن نعمل على الكشف عن مصير مفقودين كويتيين منذ 1990، ومؤخرا كشفنا مقبرة فيها بعض الأفراد، وكشفت الفحوصات أنهم فعلا من الكويتيين. هل كانت هذه الفترة من 90 إلى 2019 عبث يعني نتلاعب إحنا؟ لكن من السهل جدا إطلاق شيء، لكن من الصعب جدا الوصول إلى وسائل التطبيق. من يصل، من يعرف، من يقول إن لديه شيء، قوائم أو أماكن أو قبور أو سجون أو أي شيء آخر، طريقة بسيطة، الكل أصدقاء والكل لهم قنوات والكل في مواقع المسؤولية، سواء كانوا في مجالس في مجلس النواب أو مجالس المحافظات، وممكن الوصول إلى طريقة واضحة في حل هذه المشكلة، شرط أن لا تكون طائفية. يعني ليس كلام عبد المهدي هو استخفاف بملف إنساني حساس، أليس ادعاءه بأن طرح الموضوع بشكل طائفي هو غلق للملف؟ أليس كلام استخفاف بمشاعر الآلاف من العوائل التي تبحث عن ذويها؟ ثانيا، هو تكلم عن موضوع المفقودين الكويتيين في محاولة منا لتغيير الموضوع. يعني مع احترامنا وجلنا لإخوتنا الكويتيين، أليس موضوع المفقودين الكويتيين يتحمل النظام السابق؟ فلماذا هو لا يتحمل ملف المواطنين العراقيين اللي اختطفوا بهم في عهده وفيهم في عهد حيدر العبادي؟ وكذلك نتساءل هنا، كيف لرئيس حكومة يطالب من منظمات أو شخصيات برلمانية بتزويده بمعلومات عن المفقودين وعن المغيبين؟ طبعا أغلب المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية تحدثت بالأرقام عن هذا الملف، لكن ما أقصد، أليس عادل عبد المهدي هو رئيس الوزراء، يعني أعلى سلطة تنفيذية، هل هو يطلب معلومات عن مواطنين من المفترض أنه هو من يحكمهم؟ إذا لماذا هو هذا التنصل من هذه المسؤولية الإنسانية؟ أضف إلى ذلك، إذا هو تحدث عن مقبرة لمفقودين من دولة الكويت تم التعرف عليهم كما أشرنا تعود إلى عام 1990 من خلال التحقيق ومن خلال الفحوصات والتحاليل، أليس الأجدر به أن يقوم بهذا الأمر مع من تم دفنه علنا قبل نحو شهر؟ 250 جثة عثرت في ثلاجات بابل، تم دفنها أمام أعين الناس وفي وضح النهار في كربلاء، وقبل يومين فقط تم الإعلان عن دفن 40 جثة كذلك سجلت على أنها مجهولة الهوية. بما أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يطالب منظمات ويطالب برلمانيين بتقديم أرقام، بعد شوية راح نستمع إلى بعض البرلمانيين اللي يتحدثون عن هذا الموضوع. يعني هو يتحدث عن موضوع الكويتيين قبل 1990 وما يتحدث عن المفقودين اللي انفقدوا قبل سنتين وثلاثة وأربعة، على الأقل إذا ذكرنا الصقلاوية 690، 3000 الرزازة، غيرهم. أرقام برلمانية تقول إحنا عندنا 12000 مغيب، يعني هم يتحدثون يقول لك إحنا موجود عندنا قوائم، هو يقول لك العدة قائمة، والله خلي يعطيني قائمة وأنا أشوف اللي هي زين، وهي معروفة وعندكم ولجان مشكلة. يعني إذا بس نتحدث على 12000 واحد اللي يتحدثون عنها إن كان في البرلمان ولا في الحكومة، كانها صار تقريبا يعني 4 سنين، وانت صار لك ما شاء الله يعني راح خلصت السنة، يعني على الأقل انه يتم العثور على اعداد حتى ولو كانت قليلة، مو يتم دفنهم وتسجيلهم ضد او تسجيلهم على انهم
جثث مجهولة الهوية ولا يتعامل معهم بشفافية وبقانونية على أنهم من هؤلاء؟ من هؤلاء غير يجري مثلا يقوم بإجراء تحاليل أو التأكد من هذه الجثث لو قبل يتم دفنها؟ ثانيا هو يقول لك والله إذا الموضوع طائفي فإحنا نرفضه. زين أنت من ميليشياتك اللي أنت تشرف عليها وعلى أساس أنت القائد العام للقوات المسلحة من راحوا واختطفوا ولد الخايبات، ها بالمئات اختطفوهم، يعني ما كان هذا ببعد طائفي من راحوا المناطق معينة؟ ما شفت المقاطع؟ ما شفت شلون اعتقلوهم وضربوهم؟ يعني عجيب أمرهم، عجيب هؤلاء اللي يحكمون العراق من عام 2003 ولغاية الآن. يعني الكذب عيني عينك. معنا اتصال أبو حيدر من الفلوجة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا يقول سميه ما شئت، يقول يقول للمقدمين يقول شو تسميه مغيب مختطف، بس إذا يأخذ بعد طائفي لا مرني نتكلم عنه. أستاذ عمر والله لا تستغرب أستاذ الحكومات المتعاقبة. نعم حضرتك تقول والله أنا أستغرب وأتعجب، لا تتعجب أستاذ عمر. هم دولي شو مهمتهم لعد؟ هم هاي الحكومات المتعاقبة كلها من 2003 لحد الآن، هم دولي الزنادقة شنو مهمتهم؟ مهمتهم قتل وتدمير هذا البلد، هاي نقصد. اثنين أنت لا تعتب على هذا عادل زوية عادل أبو المصارف. نعم رئيس الوزراء ايش كبر اسمه؟ عمر هو اصلا ما يندر عدد السجوني بالعراق ايش قد؟ اسال اخي يطلع صاحب يسال يقول له يا سياده رئيس الوزراء ايش كبر اسمه؟ يقول له ايش قد عدد السجون بالعراق؟ والله ما يعرف. لا يعرفون بس يعرفون بس هم استاذ عمر 70 نعم يعني سياستهم الطائفيه واضحه. كل ميليشيا عندها سجن وسجون سريه مو سجون ظاهره على العلن. يعني قبل يحسون على النظام السابق الخير ما بيهم يروح فدوه الاصغر موظف بالنظام السابق. هذا تعرف المسجون وين المختطف وين المغيب وين؟ نعم هسه ما تعرف استاذ عمر يا سجن تروح تروح سجن الحوت لا سجن البفره لا سجن الناصريه لا سجون السريه مال ميليشيات. يعني انت حضرتك تقول 12000 مغيب. نعم هاي ارقامهم هاي ارقامهم. نعم استاذ عمر ربما في 10. نعم انا اقول لك كان من تلوجه بس من منطقه الراويه 1700 مغيب عندنا. نعم مختطفين مو مغيب. هم عندهم هاي يتلاعبون بالمصطلحات مغيب مجهوله الهويه هاي جثث مو مجهوله الهويه لا معلومه الهويه. نعم ولا كلهم متاجين عندهم عندهم جرف الصخر وعندهم كلهم متاجين يوميا يطلعون 50 60 واحد يطبعهم. نعم معلومه الهويه مو مجهوله الهويه استاذ عمر. هذا المصطلح مال مجهوله الهويه هذا خلي يضحكون على غيرنا مو على راسينا نعرف كل الزين. مساجين هم مخطوفين خطفوهم اللي على الرزازه واللي بالعسفزار واللي بصلاح الدين واللي بالموصل يا استاذ عمر. نعم كيف مجهوله الهويه شنو مجهوله الهويه؟ يعني مو عراقي ما عنده هويه مثلا لو جاي هو من القمر ونزل بالعراق. نعم هو عراقي وسني كان اعطيك اياها خلي يقولون طائف وش يقولون خلي يقولون. نعم رجعنا والله ملينا كل ما نعطي قالوا هذا طائفي هذا صداني هذا بعدي هذا هو من يذبح من يذبح ويختطف مو طائفي. استاذ عمر اقسم لك بالله العظيم كلهم من السنه من عرب السنه والميليشيات الايرانيه هذول مطايا الفرس هم اللي اختطفوهم. يخلي يطلع واحد وانا مو اعتبي على هذا رئيس الوزراء والله ولا اعتب على واحد في الحكومه. نعم بس اعتب على هذول الزنادقه السياسيين ربعنا السنه اللي قاعدين واحدهم وراء 40 سياره حمايه ايش كبر راس ماخذ ايش كبر راسه 40 سياره حمايه اتعدى يفك حلقه ويقول الميليشيا يقول له يابا تهمك انت يا ابو شرف الصخر شنو منومهم يملك حوالي 1700 واحد ما بيهم ما بيهم رجل استاذ عمر غيره ما عندهم ذره من الشرف والاخلاق ما عندهم ماكو يخذون ولا الدولار منك بالله العظيم ركبهم وهمهم ومصلحتهم الدولار وينك الدولار يخذون وراه نسوا السنه نسوا المغيبين نسوا المختطفين نسوا ذول اللي يقولون عليهم مجهوله الهويه لا والله مو مجهوله الهويه كلها معلومة الهوية. نعم. وكلهم ناس من العرب السنة خلي شو يقولون عليه خلي يقول أقسم لك بالله كلهم عرب سنة وأخذوهم نصف دراهم من البيع كاشن. نعم. حتى أحدد لك بعد أكثر. نعم. 1700 واحد هذا بس من الفلوجة. وما خبز لك أنا أعرف. بالموصل إيش قد أستاذ عمر؟
نعم. الموصل هسه مو لحد الان يطلعون جثث من تحت الانقاض. هاي شو يقولون عليه؟ هم جثث الهويه؟ بس ماكو للاسف ماكو والله العظيم. اريد ان واحد شويه تهتز غيرته ويكون شويه ذره 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 من الغيره. نعم. من الغيره والشرف حتى يدار على الانسان. نعم. بس مع الاسف، مع كل الاسف، وكل سببها الامريكان عن طلع عليهم اليابان وذلك القتله الزنادقه. أبو حيدر من الفلوجة كان معنا، شكرا لك. طبعا بما أنه رئيس الحكومة يطالب منظمات وبرلمانيين بتقديم أرقام على المختطفين والمغيبين، خلينا نستمع إلى ما قاله النائب عن تحالف القوة خالد المفرجي المفرجي بأن فصائل مسلحة قال معروفة هي المسؤولة عن اختفاء 690 مدني خلال العمليات العسكرية في الصقلاوية بمحافظة الأنبار. أكد النائب خالد نفرجي بأن ميليشيات الخرساني العصائب كانت تسيطر على مناطق في الموصل، صلاح الدين، ديال، الأنبار، حزام، بغداد، وبأن جميع من اختطفوا من المدنيين خلال العمليات العسكرية فإن هذه الميليشيات هي المسؤولة عن اختطافهم وأن الحكومة على علم بذلك. خلونا نشوف تصريح النائب خالد ونرجع لكم. معارك التحرير، معارك التحرير مع الداعش في سواء في الأنبار أو في صلاح الدين أو في الحويجة أو في الموصل أو حتى في ديالة أو في حزام بغداد، هنالك فصائل هي كانت ضمن هذه المنطقة يعني مسؤولة عن تحريرها. كل من اختفى في هذه المنطقة احنا نعرف الفصيلة اللي قام بعملية الإخفاء. يعني في الصقلاوية اكو واضح تقرير البارحة نشر بالإعلام سمى الميليشيات، يعني تكلم على سرايا الخرساني وتكلم على العصائب وتكلم على ميليشيات وتكلم على فصائل كثيرة جدا، تقرير موجود للحكومة. من المسؤول؟ أنت اليوم منطقة صارت تحت حمايتك، مسؤوليتك بأمنك أنت، مو شخص شخصين. يعني إذا شخص ينفقد بها مجال، هاي عصابة مجموعة أفراد اخطفوا، لكن 690 واحد، 690 واحد وانت مسيطر على هالمنطقة هذه. انا اعتقد الموضوع لا نضيع وقتنا في موضوع القرائن والادلة والبراهين، والله انت تعرف والناس تعرف والدولة تعرف وكلها تعرف، بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ها خلي يستمع رئيس الحكومة لهذا التصريح، هذا التصريح البارحة للنائب خالد المفرجي تحدث به عن موضوع المختطفين المغيبين. خل يشوف رئيس الحكومة ويستفاد من عنده بما أنه يطالب برلمانيين ومنظمات بإعطاء أرقام وتفاصيل عن هذا الموضوع. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية لأبناء شعبنا العظيم. أهلا وسهلا. ولمشاهدينكم الكرام. حياك الله. حقيقة ما أدري يعني هذا اللي يسمى رئيس الوزراء دي تضحك على عقولنا ولا تضحك على روحك؟ يعني اولا الحكم بيدمن السابق، خلينا نكون صريحين بلا طائفيه. نعم. بس اليوم نحكي واقع، يعني عرض الواقع الموجود. الاحزاب الحكم بيدمن، الاحزاب الشيعيه، الحكم بيد الاحزاب الشيعيه. نعم. زين، افصل الكتله ومن امه السنه. قبل كان تنظيم القاعده وداعش، داعش ما قتل شيعة، بس تنظيم القاعده يمكن قتل وهم طلعوهم جماعات. زين انت السنه اللي انقتلوا من 2007 لحد اليوم، من يقول لي هو ما معروفين ومجهولين، ليش؟ وين راحوا؟ شو اللي قتلوهم موجودين عندك بالحكومه هسه مشاركين؟ هو بسالهم ولا بنطونا، بس انطونا مكانهم، خلينا نسكت الناس عشان اذا اعرف ابني ميت عدل. زين سوى احصاء بالسجون اللي ما محكومين وما معاقب، يعني ما محكومين بمحاكم حقيقيه، هي عددهم، طلع اسمائهم، قول لاهلهم، قول يابا تراهم مسجونين وهذا حكمهم بالضبط، وهذه الاصول التحقيقيه حتنتهي غير انتهي. نعم. زين هو يقول اعطيني برلمانيين وغيرها، شو الناس تصيح البرلمانيين مسيحون؟ طبعا هم الاستاذ الكريم بس اعضاء مجلس النواب، اما رؤساء الكتل يعني بين قوسين هم مجبانيه، لان هم لو ما ايران راضيه عليهم ما يصيرون بالحكم، ما يستلمون سلطه، فلذلك هم تابعين وخاضعين لإيران. يا أخي أنتم أدري شلون تورون وجوهكم لأبناء شعبكم؟ ما أنت هسه تريدهم وتريدهم مرة ثانية هم ينتخبونك، يعني من تروح مكرم السامع ومكرم أنت أخي يضربونك من عالو رجعيت؟ أتعجب من هيك بشر. يعني أنت من تقول لي لا تقول لي لا، قول لي سموهم ما سموهم، شنو ما سموهم؟
شهداء نسميهم، مغدورين نسميهم، مغيبين نسميهم، ومسجونين نسميهم. طلعهم انت، نطلع لي ما تقول ما الكويت من 2000 من 2000 من 90 لحد يوم يلا طلعوا. لا يا اخو، من بحكمكم انتم طلعتوا، ما ادري ايش حطيتوهم طلعوا لين وراهم فلوس. نعم. لان احد يعطيهم في قلم نعطيكم فلوس بس طلعونا شو اسمه المغدورين الكويتيين طلعوهم من اراضيكم. والله وراهم يعني شنو الناس تنتظر النوبه 30 سنه حتى تعرف مصدر اولادها وين؟ يعني يعني قتل 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 للملف بشكل علني، يعني استخفاف بحقوق الناس بشكل علني. زين انا اذا اعرف ابني بيا سبب القتل، سبب طائفي ابنطيني جثه خلنا نروح حدثنا. نعم. حتى اعرف انا ليش اظل ادور؟ انا هم عندي ايتام، عندي غيرها. زين اصلا المغيبين اللي انقتلوا من الشيعه اللي بزمن تنظيم القاعده كلهم عوضوهم. كلهم عوضوهم اخي الكريم. اعتبروهم شهداء هذه الاحزاب، اعتبروا شهداء وانقتلهم. وبالنسبه لطريقه دفنهم انا والله كنت بالطب العدلي مره ببغداد سنه 2011. والله يا اخي لمولهم تريله والله لموها كوم يا ابي شنو هذول؟ وكل واحد حاطين بيه رقم. قال هذول نلقاهم بالشارع مشمورين وكلهم سنه. صراحه نقولها اجيبها بصراحه كلهم سنه المناطق الشيعيه ومذبوحين. قال حاطين ارقام وين راح ندفنهم؟ غير تاخذون منهم تحليل دي ان اي تلاقين هويه غيرها صوره. قال لا ناخذهم ما حد يطالب بهم. مثل هذول طلعوا صار لهم ما ادري كم سنه مذبوحين بالثلاجه. زين طلعوهم قالوا تعالوا يابا خذوهم سووا فحص دي ان اي لا ماكو. هي نعم. هذه انت اعطيني احصاء بالسجون اللي عندك قول يابا هذول المسجونين وشوفوا هذه الاسماء اذا عيالكم بيهم. الموجود المقابر الجماعيه اللي سووها الاحزاب الشيعيه والميليشيا قول لهم كلهم موجودين عندك بالسلطه عندهم انتم وين دميتوهم؟ ما حد يدري بيكم انتم اعطونا اياهم خلينا نسكت العالم هذه. بس اما والله تريد تسوي لجان قولي يلا نطلع بها تقرير. نعم. ولا لجنه نطلع تقريرها. شنو هالكذب هذا؟ ليش تسكت الناس انت؟ يعني الصليب الاحمر يتحدث بان العراق باعلى نسبه مختطفين ومغيبين في العالم. هيومن رايتس ووتش تقول لك بالعراق من 250 الف الى مليون مغيب من العام 2003 ولغايه الان. وتقارير عده حتى تقارير من داخل البرلمان مفوضيه حقوق الانسان التابعه للبرلمان تتحدث بارقام كبيره جدا. ويطلع انه هو يقول لك ها والله اذا عندكم شيء طونا اياه. هم هو يريد تقرير ايران يا اخوي الكريم. يريد موافقه ايران على يطلعون الجثث، هذا هو اللي يريدها. هذا صراحه غير اذا لا يعترف الامم المتحده ولا بالصليب الاحمر ولا منظمه حقوق الانسان ولا البرلمان العراقي، بعد دول يعترف بس باقي برلمان واحد. برلمان علي خامنئي حتى يقول يا بطلعهم سكت اهل السنه هذه. بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وعسى الله يرحم شهدائنا ان شاء الله واللي بالسجون ان شاء الله ربي يفرج عنهم. ويرزقنا ان شاء الله برجل جديد للعراق يحييه من جديد ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. ومعنا مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. حياك الله. يا سيدي بالنسبه لتحقيق عادل عبد المهدي يعتبر زي الطفل الصغير، راجل مجنون، راجل مجرم، راجل حرامي، راجل قاتل، راجل عنصري طائفي. نعم. احنا رافضين النبض اي نبض طائفي مرفوض. هل ده راجل ورئيس وزراء يتكلم بطائفيه بالحقاره ديت؟ هل ينفع؟ هل يجوز في العالم كله ان يتكلم يقسم الشعب الجزائر ويقول لك شيعي وسني؟ شيعي وسني عرفناه غير منكم يا اخوانا. شيعي وسني عرفناه غير من اشكالكم ساعه ما جيتوا وجبتوا لنا القتل والدمار والاحتلال والخراب. احنا عندنا امل وعايزين نعيش في سلام والوطن يتسع للجميع وعندنا الموارد وعندنا العلماء وعندنا القدره وقادرين نختار حكامنا بالفعل. يا عم الراجل ده لازم يتحاكم. عم الراجل ده يتحاكم على الكلام اللي قاله ده لازم يتحاكم ولازم يشكل لجنه لمحاكمته. لازم تنزل لجنه تقصي حقائق دوليه تتقصى عن الحقائق وعن الجرائم اللي ارتكبوها في حق الوطن وفي حق الامه. عم دول مش حكام، مستحيل يكون ده نظام حكم ابدا، مستحيل. بص في العالم حواليك، بص في التشاد، بص في افريقيا اللي كنا بنقول عليها متخلفه، اصبحنا احنا اوعر منها ورايحين في داهيه عنها. عم العالم دي لازم تتحاكم ولازم يكون في حل سريع. عم العالم ده هيحرقوا المنطقه بالكامل. العالم ده انتمائهم للنظام الايراني، حتى مش لايران، انتمائهم للنظام الايراني العنصري، هدفهم القتل والتدمير.
عمي العالم دي لازم تنشل باي طرفه، نطالب بعصيان مدني شامل. احنا النهارده كلنا شفنا الظلمه وعرفنا الحقيقه. يا عم نعمل عصيان مدني، اقعد في بيتك ما تطلعش لمده اسبوع، مش هتموت من الجوع، ما جتش على اسبوع ينكشفوا للعالم يكون في حل. عم العالم ده يحرقوا المنطقه العربيه، العالم دي لازم يكون في تحالف عربي يستهدفهم ويضربهم ويتم سحب السفراء وعدم الاعتراف بهم لانهم حكومه غير شرعيه، دول قاده عصابات وميليشيات وقتل. فلا نعترف بهم عار على كرامتنا وعلى انسانيتنا ان نعترف بهؤلاء القتل. عم عايزين نعيش في وطننا بكرامتنا، عم عايزين احنا ناس محترمين، ما احناش وش بهدله، عاوزين نربوا ابنائنا، عندنا طموح عندنا امل. الوطن مليان خير، العرب كله بياكل بالشوكه والسكينه من وطننا ومن خيرنا واحنا محرومين منه. لا ناكل انا ولا جمل ولا ارتكبنا جريمه، هو كل هدفنا بنقول عاوزين نعيش بسلام وبكرامتنا في اوطاننا، هي جريمه. يسقط العصابات، يسقط حكم الاستبداد الظالم القاتل للعنصر الطائفي المقيت الوطن. وانا اشكرك. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا. معنا اتصال ريم من الكويت، تفضلي ريم. ريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. على هالبرنامج الحلو وأنا متابعة قناة الرافدين. الله محييك. جزاكم الله خير على هالبرنامج. الله يخليك. أول شيء أنا عندي سؤال للحكومة. الحكومة أنا بعرف لما هي تشكل جيش. نعم. وشرطة. طيب شنو شكل، ليش أحط الحشد الشعبي؟ الحشد الشعبي ما له معنى من ضمن الجيش. اللي نعرفه إحنا الجيش وشرطة بس. الحشد الشعبي حاطينا لقتل السنه. بعدين انا لما اشوف الشباب هذين قاطينهم بالسجن واللي قاتلينهم 260، شنو هم؟ ما عندهم، ما عندهم مشاعر، ما عندهم انسانيه، ما عندهم قلب، ما عندهم هذين اهل يسالون عنهم. مو حرام عليكم؟ ليش يا حكومه العراق تسوين كذي؟ ليش؟ انا كويتيه ما ارضى. احنا مسلمين، شنو هم؟ مو مثل الخرفان تنشرونهم وتذبونهم بالشارع؟ ليش يا حكومه؟ شوف الحشد الشعبي شنو قاعد يسوي، سحب الاسلحه من الحشد الشعبي، شوف الشعب طلبات الشعب. العراق وصل الى افقر الدول مع انه هو اغنى الدول. ليش يسوون كذي؟ ليش؟ ليش سويتي؟ ليش؟ وينك يا حكومه؟ حكومه بس هيك على البطال مع ايران؟ ايران فرس مجوس ما يحبون السنه، يبون يقتلونا كلنا احنا السنه. والشباب اللي بالسجون مكتظه بفيهم الشباب، حرام عليكم، اتقوا الله في نفسكم، في يوم ربي راح يعاذبكم عذاب اسير. 300 و400 واحد دابينهم بالسجن، ليش؟ عنده شي حاس مع وراء اهل، وراء ام، وراء ابو، وراء اخوان، ما كذا سجل ليش؟ مع الاسف هذا اللي صاير. ما يصير. نعم ما يصير. هذا شنو هم بالسجون؟ حرام، غطيه من الشباب، من احلى شباب العراق. امه وين لما تشوف ولدها موجود؟ ليش ما تصرخ عليه ولا تقول له وين ما وين؟ مو حرام يكون سندها؟ جايز يكون وحيدها. نعم. ما يصير. والله انا قلبي ينشل انا كل على الرافدين واشوف المآسي، كانه مذله، كانهم مثل الخرفان يجرونهم جر. ليش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يا حكومه العراق. هاي حكومه، هذه هاي حكومة مرت عبو، ما هي حكومة تحب الشعب. طلع اللي بالسجون، روحي شوف السجون كلها، فتش السجون كلها طلع الشباب منهم، ليش مقيدينهم؟ كافي مقابر، كافي مقابر جماعية. العراق كلها مقابر جماعية، كلها مقابر جماعية، ما بيها أرض نظيفة. حرام عليكم، خافوا الله. وأكون شاكرة لكم على برنامجكم، أشكر مشاعرك. الله يسلمك ويخليك. ريم من الكويت كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. We'll be right back.
هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد. مصادر صحفية تحدثت قبل يوم بأن 40 جثة لمن تقول الحكومة بأنها مجهولة الهوية دفنت صباح الثلاثاء في محافظة كربلاء، وأشارت إلى أن هذه الجثث كانت في دائرة الطب العدلي في بغداد. يأتي هذا طبعا بعد نحو شهر من إعلان دائرة الطب العدلي في كربلاء استلامها نحو 230 جثة على مدار 3 وجبات تم جمعها من مناطق شمالي بابل والواقع تحت سيطرة ميليشيا حزب الله والمرصد العراقي لحقوق الإنسان. كان قد طالب الحكومة بالتحقيق لكشف هويات أصحاب هذه الجثث واحتمال أن يكونوا ضمن آلاف المدنيين الذين اختطفوا على يد الميليشيات في مناطق جرف الصخر والصقلاوية والرزازة وبلد في صلاح الدين قبل نحو 5 سنوات، ولكن الحكومة لم ترد على أي منظمة أو تقوم بإجراء أي تحليل حول أو تدقيق حول هذه الجثث، فقط تكتفي بأنها جثث مجهولة الهوية وتقوم بدفنها. وما شاء الله سوالهم مقبرة في كربلاء، وهم يجوز بعد فترة يقول لك هاي المقابر تابعة لنا وهاي النظام السابق هو اللي قتلهم ودفنهم هنا. هاي اللي حصلت من الحكومة والأحزاب اللي جت حكمة العراق بعد العام 2003، فقط تصريحات وحرف بالمواضيع وتكذيب الواقع، حتى الواقع يكذبوه. عيني عينك، من أعلى السلطة في البلد إلى أصغر واحد بيهم. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لتحديد القاتل، من القاتل؟ احنا نعرف القاتل هم فصائل الحشد والميليشيات. نعم. يعني إذا القاتل ميليشيات وهو اللي مستلم زمام الأمور وما حد يقدر يعني فوق القانون، الميليشيات الموجودة فوق القانون وما حد يقدر يحاسبها، لا رئيس وزراء ولا وزير دفاع ولا وزير داخلية ولا حتى وزير العدل، وهم فوق القانون. المعارك اللي صارت والممرات الآمنة اللي حكم بيها وفروها للناس المدنيين الأبرياء، وشفناهم احنا بكل التسجيلات اللي تم تصويرها على يد الميليشيات، ناس عزل يلبسون الزي العربي، يعني لا لحاية مثل مواصفاتهم مثل زي داعش أو لحيتهم أو غيره أو الشعر الطويل، ناس مدنيين عزل معروفين وأصغار وكبار وناس لابسين عقل، فتم سياقهم إلى القتل وتم قتلهم على يد الميليشيات الطائفية. من يقف عادل عبد المهدي الآن عاجز عن محاسبة المجرمين والقتلة، يعني هذا يدل أن الميليشيات المجرمة هي فوق القانون، واللي جاي يقتل هم الميليشيات الطائفية اللي وإحنا شفنا عدة حوادث صارت مثل الصقلاوية والرزازة وفي صلاح الدين الدور وبالموصل، تم قتلهم على ايد الميليشيات الطائفيه المجرمه وما حد يقدر يحاسبهم نهائيا. وحتى هاي الحادثه الاخيره من تم دفن الجثث اللي لقوها ما ودوها الطب الشرعي وتحديد يعني نسلهم او 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 مواصفات الموجوده بهم في سبيل حلهم، على الاقل يعرفوهم ويتم اجراء قانوني بهم، اصدار لهم شهاده وفاه في سبيل الناس اللي جاي تطالب بابنائها وتطالب برجالهم، يعني الناس النساء، يعني المفروض في سبيل يكف عنها يعرف يسلم الى امر الواقع ويقول ابنه تم قتله على يد حزب الله او العصائب او غيرها. يعني هذا السياق مشى عليه بعد تشكيل الحكومه من 2003 على يد برايمار، والامريكان عندهم علم والامريكان مراقبين بالاقمار الصناعيه كل تحركات الميليشيات الطائفيه وتصويرهم، وهم جاي يوثقون الميليشيات الطائفيه في سبيل رب العالمين يفضحهم، يفضح هذول المجرمين اللي هم ما يختلفون عن ارهاب داعش. فهذول في ناس فوق القانون ما حد يقدر يحاسبهم، لا عادل عبد المهدي ولا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية، يعني حتى وزارة الدفاع والداخلية هم ناس تابعين للحشد.
ويأتمرون بأمر الحشد وناس موالين قلبا وقالبا للحشد إلا ما ندر، ندر اللي ناس الأبرياء من الفقرة من الشيعة والسنة المنتسبين اللي رايحين صدق على مود الراتب والعيشة، هذول خارج قوس، لكن هكو ناس طائفيين وعنصريين موجودين بالأجهزة الأمنية وعادي معدهم من يشوفون سني ينقتل أو سني ينسرق بيته أو يتم تفجيره، زين البيوت الله من فجرها وموثقة كلها بتصوير من الميليشيات الطائفية شلون يفجرون بيت الله وشلون يسرقون المنازل وشلون تم سرقة المصانع الدولة، مصفى بيجي والعكاشات ومعمل اسمنت تم سرقها بالكامل، عصابة منظمة مافيا منظمة هي اللي تدير الحكومة. ثق واعتقد استاذ عادل عبد المهدي ما إلى أي سلطة، ما إلى أي سلطة. زين لا يصرح يش تصريحات إذا ما عنده سلطة، لا يستخف بمشاعر الناس، يريد يبرر الإعلام، يعني ما معقول ويقول منظمات مجتمع مدني والصليب الأحمر وغيرها شنو دخلهم؟ أكو ناس مجرمين داخل العملية السياسية وداخل الأجهزة الأمنية هم اللي يقتلون على الهوية وهم اللي الممرات الأمنية هم اللي كانوا ماسكيها وهم كان لهم غطاء جوي أمريكي ويقتلون تحت قانون، يعني ناس منظمين ومافيا منظمة، ناس تسرق وناس تسرق وناس تقتل، يعني عصابة اللي جاي يدير العراق من 2003 لحد الآن ناس مجرمين صراخ ما بينهم أي شيء، ما عندهم أي إنجازات، عندهم إنجاز واحد هو المحاصصة الطائفية والعنصرية والقتل على الهوية وتهجير الناس وقتل الناس وملأ السجون 90% أبرياء من الموجودين بالسجون وكلهم 90% تحت طاولة أربع أرهاب اللي يسموها الناس أربع سنة، يعني السجون صارت بس للسنة وناس ما ترفع قضاياهم، يعني القانون أصبح بيد الميليشيات الطائفية. وثق وأعتقد أستاذ أعيدها عليك اللي يحكم ويدير البلد هو أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وأبو عزرائيل وهادي العامري، هم الأمر الأول والأخير بتنصيب الوزراء وبتنصيب وكلاء الوزراء والقطاعات والأمراء الفرق والقادة الفرق والألوية وأمراء الأفواج، هم يتم نقلهم بأمر من الميليشيات الطائفية. احنا ما عندنا حكومة وطنية في سبيل تبحث عن القاتل وتبحث عن المجرم في سبيل تقديمه للعدالة. إذا 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 كان رب البيت في الدف ناقر وكلهم سرسرية ناس عصابات، شفنا هسه احنا يعني البلد وين وصلوه، لا إنجازات لا صحة لا زراعة، حتى الحادثة مال كربلاء البارحة، يعني انت المفروض بدل ما تحرقون يا محافظ الكربلاء، بدل ما تحرق بيوت الناس وتهجرهم وتفلش البيوت على رؤوسهم، القى البديل مسبق لي قدام، القى بديل مجمعات سكنية، بدل ما تبنوا المجمعات للحوزة الحوزة هاي الكذابة اللي جاي تسرق الخمس من المسلمين، المفروض بيك هاي بدل ما تبني مجمعات لها مجمع الحوزوي تبنون مجمعات الفقرة، عندنا أراضي واسعة وابنوا لهم مجمعات، يا أبا هذا البيت لك والسند مقدم سنة سنتين ثلاث سنوات تسلمه سواء سني شيعي غيره، المهم ابنوا مجمعات خلي يطي وصلت قاع ما يريد الدولة تبنى له. أنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا صباح معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا عمر، شلونك؟ أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أهلا بك، حيا هاي القناة الشريفة قناة الرافدين وكادرها أجمعين، حياك الله يا أهلا بك وعلى مشاهديها وعلى المرحوم وشيخنا الكبير حارث الباري الله يسلمك، تفضل. ورحم الله شهداء العراق واللهم يصبر حوائل الشهداء الذين راحوا تحت هذه الحرب، نقدر نقول عليها الحرب الطائفية من قبل الميليشيات وميليشيات إيران جميعهم. نعم. واللهم يصبر الأسرى اللي اخذوهم وإن شاء الله بالمعتقلات بالسجون، إن شاء الله ربي يفرج عنهم بجاه حبيبنا بيدنا محمد وآل محمد. أخي يا هذول مجموعة العصابات اللي يدور إحنا بالعراق، يعني للأسف يعني إحنا شاركنا حروب وعرفنا حروب كل مناطق، يعني أكثر من حربنا وهي الحرب العراقية الإيرانية، يعني من تصير الحرب وتنتهي الحرب كل من يرجع بمكانه، يعني ما يصير بعد مثل ما يقولون ندخل بالمناطق المجيهة نضرب أو نسرق أو أي شيء، كل من يعني يقعد بمكانه. أنتم من حررتوا المناطق اللي قلتوا بها داعش، وطيب حررتوها، أنتم انسحبوا من ابنه اللي فجرتوا، ابنه اللي صار، وفروا الخدمات اللي راحت من عندهم الأهالي هسه، اللي شنو ذنبهم اللي كل من تارك بيته صار أربع سنين وخمس سنين،
رجعوهم، انتم مو تجون تقتلون باطفالهم باولادهم نساهم بشيوخهم. هذه عمليه هذه خطا اللي هم قاعد يقيم بين ميليشيات. فللاسف ما يلقون رد من هذه المناطق اللي هي تحررت الان. هسه قاعدين يصولون يجونون باي منطقه من محافظات، سواء بالموصل سواء بالرمادي، باي مكان يطبون يقتلون يقتلون ياخذون شباب بدون اي احد يحاسبهم. لا دوله اكو موجوده ولا محترمات للمنطقه اللي بيها كبارها يحاسبوهم. يعني هسه بهاللحظه يقدر اي قائد من سواء اذا العصائب او بدر او سرايا السلام، اي منطقه طبيه تصور وتجول وتاخذ. وهذا يدل هم قدره على ضعفهم وعدم قدره سيطرتهم في السابق، لانه لولا كانت الرد اللي كانوا رده المقاومه يقاوموهم بذاك الوقت لكان قدروا عليهم. الان هسه لا حول ولا قوه، لا عندهم سلاح، اهالي مدنيين عزل ما عندهم سلاح. شيء اكيد يطبون عليهم باعتقالات وقتل وسلب ونهب من هذول الناس اللي ابرياء هم، لا حول ولا قوه. يا اخي هذول ما يفيد، يظلون يقاتلون بينا ويظلون يسرقون بينا، يظلون يمصون بدمانا، ما يفيد. لازم نخلي خط يوم او فد يوم من هاي الايام اللي جاي. احنا ما يصير نقول راح نسوي ثوره، يجب كل العراقيين ان يشارك بهاي الثوره، نخلي بيها يوم حدا. يعني هسه كل العراقيين ما راضين على العمايل اللي بيسووها، ناس تقتل وتسلب وناس محاربه برزاخها، ناس بكل الامور. يعني احنا ليه ما نضل ساكتين خلينا نحدد يوم ونسوي انقلاب على هاي الدوله وتنتهي. هذا اليوم يصير فيه اعلام جميع العراقيين، خلينا نقول مثل نقول 1/12، هذا 1/12 لازم كل العراق يوقف ويشارك في هذا اليوم الثاني. اللي سووا حل سووا، ما سووا فهم شيء اعتيادي. كل العراقيين ما راضين، يعني صار مني 2003 ولحد الان يا اخي يا سيدي العزيز ما سووا شيء. هم جوي من اجل مناصبهم، ونحن طلع على امريكا اللي وصلت هيك حثاءات خلتهم حكماء ونزلوا روحنا امام العالم وكل العالم نحو هاي الحكومه، حكومه الميليشيات. لكن والله العظيم قدره العراقيين ما تساوي امام هذول المجاميع كلهم ما يتجاوزون على الاصابع، يتعدون من كل ميليشيات 50 60 نفر ولا اقل من هذا. فليه لا يخوفنا انه هاي الميليشيات؟ نعم ابو عمر. ابو عمر من بغداد كان معنا. ابو الحسن من بغداد، تفضل ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك واحيي قناتكم البطل التي تنقل الحقائق بالعراق ومساعده الشعب العراقي على محنها. الان الميليشيات تصول وتجول في بغداد وكل محافظات العراق. نعم. والناس المغيبين من مناطق الغربيه وخاصه جرف الصقر والصقلاويه وتكريت والموصل. نعم. طبعا اخي محمد، بالنسبه للناس المغيبين هذول يعني نعتبرهم مفقودين، لانه تدري ليش؟ حكومه عادل عبد المهدي لا تتخذ اي قرار ولا يكون لها قرار، وانما القرار ايراني فارسي وسيطره الميليشيات في العراق على القرار الدوله. فليس هناك حكومه، احنا من نقول حكومه يعني اكو جانب قانوني. اين الجانب القانوني للحكومه؟ ماكو. اني احمل ايضا المسؤوليه الى المشاركين من المناطق الغربيه في البرلمان والوزارات كلها، لان هذول يشاركون بالظلم والقتل واعطاء الشرعيه للحكومات ما بعد الاحتلال. فايضا المناطق الغربيه واخواننا من السنه يتحملون ما يجري بالعراق. هم لو وطنيين وشرفاء كان انسحبوا من الحكومه كليا، حتى موظفين كان انسحبوا وخلى الحكومه تحكمها ايران. يعني تقصد البرلمانيين والسياسيين؟ نعم. تقصد البرلمانيين والسياسيين اللي بالحكومه؟ اي نعم. نعم. لانه وجودهم في السلطه هو اعطاء الشرعيه للحكومه العميله الان اللي تقودها ايران والميليشيات. نعم. فهو هذا الجانب.
لانه البرلمانيين من اهل السنه يشوفون بمناطقهم ايش تصير، فهو ايضا مشارك بقتل الابرياء من شباب اهل السنه والمناطق الغربيه. فاني احمل وكل الشعب العراقي يحملون مسؤوليه قتل الشباب وتهجيرهم من السياسيين والبرلمانيين والوزراء اللي مشاركين بالحكومه واعطاء الحكومه الشرعيه الكامله، لانه الحكومه مو حكومه عراقيه وانما حكومه ايرانيه وقودة ايران. نعم. وعادل عبد المهدي نعرفه احنا وين صلته. نعم. احنا نعرفه من المجلس الاعلى. اني اشكرك. نعم اني اشكرك ابو الحسن من بغداد كان معنا. يقول سعد، يقول اذا كان ما تفعله دولة الإجرام والمجرمين إيران إرهاب، فما هو مفهوم الإرهاب إذن؟ بكل صراحة لم نعد نتحمل تسلط دولة الإجرام وأعوانها في دولنا العربية. كل دولة تبقي سفراءها وعلاقاتها مع إيران هي شريك فيما يحدث في منطقتنا العربية. رسالة أخرى يقول فيها أخوي حكومة ماكو، مجرد غلاف فارغ، كل بيد الميليشيات تؤمر وتنهي، يا حكومة تحشون عنها حيدر ابن ديالة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.